فرحانة؟ أنا ما مصدقاش إنك اتجوزتني. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما أجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليكي. خايف عليا؟ من إيه؟ يعني أنا أكبر منك. أنت صغيرة وأنا راجل كبير يعني. ودلوك صغرت؟ عشان اتجوزتك. قل لي يا حسن، أنت اتجوزتني عشان بتحبني؟ ولا صعبت عليك من اللي عملته معاك؟ رد جميل يعني. سدي واحكي لي أنت. نعم. ليه كنت بتبص عليا من خرم الباب عند العمدة؟ وليه عينك ما فرجتنيش مطرح ما روحي؟ أقول لك وما تقولش عليا عبيطة؟ قولي قولي. أول ما شفتك لقيتك مارد طاير، روحي كانت هتروح مني. قلت لعدلي لا يكون ركبني بسم الله الرحمن الرحيم بجد. أنا بسم الله الرحمن الرحيم بجد؟ لا والله ما أقصد. طب والنبي أنت عسل؟ عسل. كنت كل ما تروح حتة ألاقي قلبي عمال يخبط يخبط وقلبي بيطير. قلبك طار؟ ما مصدقنيش، هتتمجلت علي. لا وانا اقدر. طب والله العظيم قلبي كان عمال يخبط. طب وسعد برعي ليه ما خبتيش من نار الجايده؟ ما حسيتش بروحي، لقيتني وسط النار وبشدك. النار ما تحرقش مؤمن يا شربات. ده انت اللي شربات. بقول لك ايه، ما تجي ندخل جوه، انت لقيك تعبت من الوقفه. ما احنا قاعدين هنا. قصدي يعني تدخل جوه تريح ظهرك تفرد جدتك. تعالي. تعرف انا طول عمري ما حسيتش بالدفى زي دلوك. انت هتفضلي طول عمرك دفيانه بقلبك اللي ربنا منورهولك، ولانك راضيه بنصيبك اللي ربنا قسمهولك. يا هبله، حد يبقى معاه شنطه مليانه فلوس ويقول ما عاوزهاش؟ انا ما عاوزاش من الدنيا غيرك، انت عندي بكل كنوز الدنيا. هتفضلي غنيه بقلبك الابيض. قلبي ابيض عشان انا بيضه. وانت بيضه؟ امال انا ايه؟ انت حمر. 70 جنيه غالي يا حاج. الغالي ثمنه فين؟ يلا هات 68 جنيه. الله يبارك لك يا حاج. ده ذكر بطي متزغط تمام وما فيش هرمون. الله يعطيك الصحه يا حاج والحمد. هتطلع منه سليقه بالهنا والشفا. تشكرين يا حاج، الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. تعيشي، مع السلامه. الو. ايوه يا حسن، عوقت ليه؟ عوقت؟ لسه بدري. وانا كمان اتوحشتك. قولي لي عايزه ايه وانا راجع. نفسي في جنديل دوره مشوي. حاضر. الباقي ليه؟ اتفضل القنديل المشوي. تسلم اليد اللي شاد. حلو عسل. لو طلبت مني مال قارون كنت غطست وجبتهولي، مع اني ما بعرفش اعوم. القنديل ده عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. بعد ما قفلت معاكي قلت قنديل مشوي؟ قنديل مشوي؟ ليه؟ انت كنت بتتوحم؟ يا ريت، ده انا ليل نهار بدعي ربنا انه يحصل. تعرف يا حسن؟ انا ما شفتش جوزي غير ليلة الدخلة. لقيته شكله عفش قوي وعينيه زي عينين الديب. اول ما جه يجرب مني قطعت وشه بتفرتي
وقعدت أصرخ أصرخ زي المدبوبة. راح مسكني وقعد يضرب فيا ويضرب لحد ما روحي راحت. من ساعتها سكت لهم في الدباب، عملت إنه بسم الله الرحمن الرحيم، ركبني اللجوة مني، قام طلقني وهج. قلت لي إن عيالك ماتوا. عبد الله، عبد الرحمن، شيماء، أمه كريمة. شفت النار جايدة في البيت، جريت ما قدرتش عليها. ماتوا كلهم، ما قدرتش أعمل لهم حاجة. عند ربهم يا أخويا، ادعي لهم إن ربنا يرحمهم. ربنا حسن، أنا بحبك قوي قوي. وليه البكية دي لك؟ عشان فرحانة قوي، الدنيا كلها ما سيعنيش. أنا دي لك بس، حسيت كدي أنا غالية عندك. دي لك بس؟ دي لك بس. ندمت انك حكيت لي؟ لا، زي ما اكون لسه دفنهم بيدي دلوقتي. كان نفسي يفضلوا معايا عشان ندفن سوا. استغفر الله، ليه خليتيني احكي؟ عشان عايزك تفضفض. قلبي بيتقطع لما بلاقيك سرحان والهم مليك، قلبك معبي وقافل على الحزن بابك ومعايزش تقول. واديني قلت. الو، ازاي حضرتك يا قلبي؟ لسه نايمة. لا لا لا، انا صحيت خلاص. ايه، لقيتوا الشيخ خلف؟ فين؟ مساء الخير. شطبنا. معقولة كده يا خلف؟ خلف مين يا ست هانا؟ سيبنا لوحدينا يا مرسي. حاضر يا حاج. اشرب يا ست هانا، ساقع ولا سخن؟ امشي يا مرسي. حاضر يا حاج. اهون عليك تسيبني كده من غير ما تسأل بتعملي ايه يا مراتي؟ وانا مش مراتك وليه حق عليك؟ يعني اعرف ان انت اتجوزت، حقك. انا ما كنتش هعترض، بس انا كمان ليه حق عليك. يعني تتجوزني اسبوع وانا مش داريانه بنفسي بذمتك، مش ده ظلم؟ مفيش فايدة، الشيطان طلع من جدتك وركب عدلك. يا بنت الناس روحي لحالك. انت السبب، انت اللي خليتني احبك. انا بحبك بجد يا خلف، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. خلف. لا لا خلف.
الو دادي، انا زعلان 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 كده برضك يا راجل تغيب عن حبايبك المده دي كلها. مدام وحشتك. عايز تشوفها؟ طيب انت تقدر تنزل دلوقتي، هتلاقي عربيه مستنياك قدام البيت، وهتلاقيني انا كمان مستنيك فيها. بنفسي. بسرعه يا دادي. باي. يلا يا دادي. ايه الحلاوة دي؟ دادي اوعى تكون زعلان مني، لو في حد له حق انه يزعل. دادي تفضل يا دادي. تفضل تفضل يا دادي. يا بركه يا قمر. يا اهلا وسهلا. انا عايزك ترتاح وما تفكرش في اي حاجه خالص، وبكره هيكون لنا كلام مع بعض. معاك موزتين اهم بالف هنا، وتحت امرك في كل اللي تطلبه. بس انت يلا بقى شد حيلك، عندك التليفون اللي هناك دوت، تتصل في اي وقت وتطلب اللي انت عايزه، كله تحت امرك. تخلوا بالكم منه وتحطوه في عينيكم. ده دادي. بالنسبه للمدام، انا عايزك تطمن، هي في امان الامان. تصبح على خير يا دادي يا عسل. Thank you.
إنسان طيب وبيحبك. سيجي عليك حبيبك المصطفى تنجيه يا رب. ما مصدقاش انك اتجوزتني. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما اجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليك. خايف عليا؟ من ايه؟ ما تاكلي. حاضر. ما تاكلي. ما انا باكل اهو. بعدين؟ خلاص هاكل. هتفضلي قاعده بصالي على طول؟ عاوزاه يبقى شبهك. ايه؟ انت حبله؟ من خشمك لباب السماء. نفسي فؤاد ويبقى شبهك. وانا نفسي كل اللي ربعته ربنا خير. كن بصراحة ما بيعيش ليش ولد. Thank you.
ايه ده؟ انت ما اكلتش حاجه خالص؟ طب ايه رايك بقى تاكل دي من ايديا؟ تروق؟ الأكل زي ما هو وقاعد في الأرض، ما خدش شاور ولا أي حاجة. حتى مرته يا باشا ما كلتش. ما كلتش. أنا هتصرف. انت اللي هتقول لي احفر فين، وانا من ناحيتي وشرف امي لعيشك في دنيا تانية. هو لسه في دنيا تانية؟ طبعا دنيا كلها عز ومتع، تاكل اطعم والذ اكل، تلبس اشيك لبس، تسكن في افخم قصر. انت مش عندك كل الحاجات دي، عايز ايه تاني؟ عايز باقي تورته. مش هستنى عليك كتير، ولا عايزني كل يوم ابعت لك صباع من صوابع شربات؟ اسف، قصدي من صوابع المدام. يفكرك يعني ينشطك براحتك. الليله هنكحت. الله عليك، عسل. النبي برضه عسل. لا طبعا، أسيبك براحتك. الحلاوة دي عندنا احنا؟ نجيك يا رب، يا رب نجيك يا حسن. Oh.
داني انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. يلا بقى.